وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده هنعمل مع بعض الطريقه بل البلح، اللي هو اللي احنا بنفطر عليه، اللي هو بالميه والسكر. تمام. بس قبل ما ابدا الفيديو، ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير، وتنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ده طبعا التمر الجار، فاكرينه اللي احنا عملناه مع بعض. بص هنعمل ايه بقى. هناخد انت هتاخدي مثلا كميه البلح اللي انت عايزاها، تمام، وهتبتدي ان انت تكسريها. بصوا انا حطها هنا اهو شويه هنا في الكيس، تمام. ببتدي ان انا مثلا اكسرهم كده، هضغط عليها كده بالهون واكسرها، تمام. وبعد ما اكسرها بحطها في مصفى زي دي واروح اغسلهم. طبعا هفصل النوع عنها وهغسلهم، وبعد ما اغسلهم هقول لكم هعمل فيهم ايه. ده البلح مع بتاعنا بعد ما غسلناه وفصلنا النوى عنه، حطيته هنا في الحاجه اللي انا هنقعها فيها، تمام. وحطيت عليه كوبايه ونص من الميه، وما تكونش ميه سخنه ولا ميه من الثلاجه، تمام، عشان الميه السخنه بتهري وبتخلي لونه مش حلو، وطعمه كمان بيبقى مش حلو برده. والميه الساقعه بتخليه ياخد وقت كبير جدا على بال ما يتعمل. دي ميه عاديه جدا من الحنفيه، وحطيت عليه 4 معالق من السكر، تمام. 4 معالق صغيرين على فكره، مش 4 معالق كبار، بس انا دقته لقيت طعمه لسه عايز تاني، فهزود شويه كده صغيرين. انا ما قلبتش كتير لان انا كنت مقلبه الاولانيين من الاول، بس انا قلبت كده كام تقليبه خفيفه على الحبه اللي انا زودتهم بتوع السكر. خلاص هعمل ايه؟ هغطيهم بقى كده وهسيبه ياخد وقته. بصوا انا ببل بصراحه من السحور لغايه المغرب، بسيبه كده على رخامه المطبخ ياخد وقته، وقبل المغرب بساعه كده لو انا عايزه اشربه ساقع بدخله ايه الثلاجه على طول. بس هسيبه بقى كده ياخد وقته، تمام، وهرجع لكم تاني ان شاء الله على المغرب اوريكم شكله بقى عامل ازاي. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم. تنسوش تعملوا لي لايك وشير، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واستنوني في فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ سلمى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.